محسب واحد من الاداريين المميزين جدا وليه دور كبير زي ما كابتن ماهر ليه دور وكابتن رأفت وكابتن وائل. مبروك يا عمرو. طبعا عايز اخد منك كلمه لكل اللعيبه على ادائهم المميز ده وعلى البطوله، وحابب تقول لهم يا عمرو؟ احب اقول لهم الف الف مبروك. اللعيبه دي رجاله، والنادي الاهلي طبعا نادي انجازات وبطولات، وان شاء الله اللي جاي احسن، وربنا يوفقنا ان شاء الله وناخد بطوله افريقيا ونفرح الناس كلها والاولويه كلها. يمكن الاحساس بدرع الدوري ده ان هو اتسمى بدرع مؤمن زكريا، ودي لفته رائعه وطيبه جدا. انا شايف اللعيبه سعيده ساعتين، سعيده بطوله الدوري ومن الدرع ده لمؤمن زكريا. طبعا مؤمن زكريا ربنا يشفيه يا رب كده، ربنا يشفيه، واحنا بنهديله الدوري دوت، وان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع احسن من الاول واحسن كمان ان شاء الله.